عشاق الشحن الذي يفصل تلقائيا، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. عندما أضع آلة الحلاقة هذه في الشحن فإنها تسحب 140 ملي أمبير. بما أن سعة البطارية تساوي 1200 ملي أمبير ساعة، فإن مدة الشحن تتجاوز 8 ساعات، وهذه مدة طويلة. هناك مشكل آخر يظهر عند نهاية مدة الشحن وامتلاء البطارية، وهو أن الشحن لا يفصل تلقائيا، وهذا غير صحي بالنسبة للبطارية. في هذا الفيديو سوف أقوم ببعض التعديلات على آلة الحلاقة لكي أتمكن من ربطها مع هذا الشاحن الذكي، وبالتالي أحل مشكلة الشحن البطيء والشحن الذي لا يفصل تلقائيا. ابقوا معي. هذه البطارية جهدها 1.2 فولت. قمت بربط سلكين مباشرة على قطبي البطارية لأن هذا المدخل يستقبل 4.8 فولت، حيث يمر عبر مجموعة من المقاومات ليصل إلى البطارية.
هذا هو القطب الموجب وهذا القطب السالب. انتهيت من التعديلات والآن سوف أجرب عملية الشحن. الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، كما ترون عملية الشحن ستبدأ الآن. هاي بدأت. يمكن تغيير تيار الشحن إلى 300 ملي أمبير. مرت 11 دقيقة على عملية الشحن وتم شحن 52 ملي أمبير ساعة. على ما يبدو فإن هذا الفيديو قد انتهى. آمل أن تكونوا قد استفدتم منه ونلتقي في الفيديو المقبل.